هي ما شفني ما ادري شكلك انا اروح ازور شو اسمه الشمال ليش اقلاوه تكت روحي في الجنوب اي بالله ليش جنوب شنو بالجنوب يا واحد شفني انا من اهل العماره اي بالله العظيم يا عماره خوش زين هو صاير تربق عماره بالله العظيم ليش يوم يا يكمشونا يبسطونا ايش يضربونا الشلاليق كشبونا يعني أنا ما عارف كشبونا تسيا أنت يبين ما تعرف تشعر لا ناولنا أني أني كشبونا شنو هذا أنت يعني كشبونة. يبستونا إيه شخص شخص لا إيه والله يبستونا يوم يا شلاليق راشدي دوم يضربونا إيه بالله بالحكومة هذا بالجنوب يا معود تنقد أرواحنا يومي يا جيش شعبي يومي يا عسكري ما ادري ايش اقول لك ايه بالله وهسه تقعد روحي من جنوب اروح يعني فين تروح تروح للشمال اي والله الله يخليك ساعدني بعد شلون الله يخليك يا هلا انت وين اهلك بشقلاوه يعني بالسيطره اقول يعني اني اني يروح اني انت اني عرف هذا بالسيطره اي بالله انت يصير غريب انت انت يعني يسوي خوخش يمكن انت احنا السيطره مال الحكومه انت كردي مو وانا عربي احنا اخوان تعال بيتنا تعال بيتنا شكرا هاي وصلنا للسيطره والله الله ايش هو الشمال طيب وقف يلا فتشة السلام عليكم سلام قواكم الله يبع الجبدي يا الله تفضل كاكا افتح الصندوق افتح الصندوق حبيتي حجي حبيتي تعال ها هويتي ما شفتي هويا هويتي ما ادري وين خليته هويتي هويا بالتقاوت عيني هذا هاي هويتي بعد شفتي بجيب ما ادري ايش قال حجي والله يا بعد شفتي 49 اي بالله والله ابويا كل شيء ما عاد بالله العظيم حجي هويتك ايه ما يخالف هوي يعني اني هذا هوي مال تقاعد ايه يقول لك مال تتقاعد ايه وهذا معاش وين شنت حجي وين شنت والله اني بالفرده معاش مال تقاعد و عيب 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 لا هذا سأل أبويه والله يا بعد شفتي أنا من أهل العمارة إيه بالله قد انشف قد قد تعالت نعم أنت منين والله أنا بالهبلين تعال هنا تعال تعال هنا نعم روح فتش السيارة يا والله أنا عباس يا مفتش زين سيدي أنا بالهولين اسكت نعم سيدي اسكت نعم اشو اثنين تكون واحد عربي ولا كردي ساعدين بالسيارة شنو تحالوا شلونك سيدي بعد شفتي اندمجتوا بعد خلاص زماتيا أني انت مو كردي ايه أنا ايه كردي وهذا مو عربي شنو انتو اتنيناتكم ساعدين بالسيارة؟ احنا اخوان ماكو فرق يا بعد شفتي مقابل اني وياه هذا مو خصم بس احنا بالطريق بالقرات او اسعد لقلم ابو هذا هذا عمي هذا شايب نعم 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 هذا عراقي واني عراقي ماكو فرق
الله يا الله. شنو هاي؟ يا فلوس. هاي فتشة، هاي هاي شوف هاي ايش بيك. هاي مال من هاي الفلوس؟ هاي ايه؟ هاي والله يا باشا ما عارف. مو مالتك؟ والله والله العظيم مو مال. مو مالتك؟ لا والله هذا مو مال. مو مال السايق؟ قول له روح. قول له قول له قول له هذا مال السايق. شوف تعال بابا مال تعال السايق. تعال سايق تعال. هذا مالتك؟ ماله ماله. روح روح يلا روح روح يلا. ايه احنا نروح. ايه والله يا ابو عجبدي ليش سايق قابل اخر هذا سايق. اقعد اقعد. ايه ايه سايق سايق راوس ترى سيدي هذا اخر ايه هذا ايه 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 كله عيب. عيب شنو؟ اخ متساوي مال اني عيب سيدي. هاي شنو هي؟ هاي شنو هي بعد شمدي؟ هاي مو عادتنا بالله. وانت عربي وانا عربي، يعني تسامح واحد يخلي رجلي هيك؟ هاي عيب. بعدين تعال انت زين ذكرتني، انت وين رايح؟ والله اخاف اقول لك يا بعد شمدي. ليش تخاف؟ والله انا اهلي بجد بالعماره جد بالله العظيم. هسه لا تلغي كافي، دا اقول لك وين تروح؟ ما قايل لك اهلك وين؟ والله ادر على الشقلاوه للكنيسه شويه اشتبه هواء تقعد روحي غادي. ولك لا تروح لا تروح. ليش؟ لا تروح، ترى دول واحد ما يثق بيهم ولك يشوفوك بالعقال يموتوك. لا لا أكراد. لا والله العظيم انا اقول لك لا لا أكراد. والله احنا اخوان ماكو بيناتنا فرق بالله العظيم. أنا أدري هم شلون يعني شلون ويانا. سيدي سيدي اسكت سيدي هذا إيه ما يخالف، بس أنا يقول أنت يقول هذا بالأكراد بالشقلاوة يطقطق يعني يقتل. بس هذا خلي هذا الشايب خلي يجي للبيت مال أنا بالخدمة ما يخالف. يجي لبيتك؟ ايه ما يخالف. لا من يتحمل مسؤوليته انت؟ ايه ما يخالف. لا اذا ماكو اذا فرق. قتلته انا منين القيك؟ اخاف بعدين انت تروح للتجسس. لا بالله وعق وعق هذا الله والعلي والعباس انا اروح شويه اشتم هواء. اشوفك اشوفك انت. ايه بالله الله دهسه هسه قول لنا فد عتابه عتابه لو ببوذيه لو عتابه. يلا. خلوا بينا خلوا بينا عطابه خلوا بينا ربابه. والله صوتي مو مثل قبل بالله العظيم. سيدي انت عسكري انت من لو بينا يا ما عشبدي. اقول لك جيب لي شلون ما كان ادبر نفسي الله يخليك سيدي. شلون ابو ذي اقول لك شقل لك دقول دقول عتابه دقول بوذيه دقول خلي هو يقول عتابه واني. نعم وهو يغني فت عتابه كرديه واني اغني لك فت عتابه عربيه. اقول لك لا 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 سيدي بالله العظيم الله يخليك الله يخليك. سيدي هذا فقير. فقير شنو؟ اي والله هذا فقير. شوف هذا اقليت من جماعتنا ابويا من جماعتنا. ليه إيه هذا يعني؟ من جماعتكم إيه؟ هذا عربي من جماعتنا. سيدي انت مو حلف وهذا حلف. يعني ولك ماكو ولك لا عرب لا كردي لا هم يحزنون ولك انتو خربتوا علينا الدنيا. ايه والله خلف. ايه غني يلا كمل اكمل كمل. لا لا ولا الشقلاوة يا بعد شفتي تقد روحي بالجنايب. انا اليا ويلا انا اليا ويلا حبابي من بيها الزعتر. كافي هسه بعدين هسه عرفنا انت تروح للشقلاوة. ايش عندك بالشقلاوة؟ والله مثل ما قلت لك والله العظيم
مثل ما قلت لك. ما حد مبلغك منا يعني تروح تترقب الجو تجيب شيء. يعني شلون؟ يعني ما حد موصيك منك تجي تروح للشقلاوة والعلي والعباس؟ ما حد قال لي. يعني هيك تروح؟ ايه بالله اخاف عندك اهل ابنك ابن اخوك ابن اختك قرايبك من ذول التوابين والمعارضة هناك. لا 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 لا, لا. ولك انت شيعة يا ولك انتوا ما تصيرون زين. انتوا شكلتوا حزب الدعوة ذو على الشكلة وعشرين حزب علينا. ولك ذولا خربوا عراق وانتوا ولك وانتوا شدردون بعد. يا بخو السيدي يا داخل اقر حزب زور بي ثقافة زولة بي اقر هيك حزب بي ما يصير. يا عمي تعالفتي اقر حزب زور بي ثقافة زولة بي انا اقل لك شيء بره زولة بي اقل لك إذا الأعزاب بيصير هواية يصير ثقافة شبيرة بالعراق. إيش هسه ماكو ثقافة مو؟ لا يعني حسب ما يسوي شيء. هيا 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 هسه ليش تعشي هيش العشاء؟ تجي بينا بلوة بلعة ولك أخاف أنت تفتهم كردي؟ أنا روح هذا صحيح ما يخالف أنت تفتهم كردي مو؟ الله يخليك ما يخالف مو عايش وياهم بالله وعايش وياه هو ايه بالله بالعسكري هو صديقي كان بالعسكري. وش طبب جواله يلا قوم شيل طبب الله يخليك شد قوم يا ابوي طبب جواله طبب جواله شنو بيداني مو بيداني كاكا شنو كاكا 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 كلا يا اخوي قلت يا سيدي يا هذا يقول كاكا يعني يقول اني ليش ما يقول سيدي اقعد بالقاع. نعم انت وين كنت؟ اني يروح هذا للبردة. لما أني رحت للبردة للتقاويد خانة أني جبت هذا معاش. بس هذا معاش تزوير. هذا التزوير وين معاش؟ هذا معاش 550 دينار. 550 دينار. هذا بالهولير هذا كل بستوبين كل هذا 8 دينار. يعني انت احسب معاش مالي ايش قد يصير بالحاسبة. شنو بالحاسبة؟ انت اني تقاويت. ايه هذا معاش تزوير. ايه هذا كل واحد بيشتبنز ديناري بالهولير 8 دينار ونيو. يعني 8 ونيو دينار. 8 ونيو دينار هذا بالهذا زين. هاي قول 25. لا هذا لا هذا 25. ايه هذا 25 دينار بالاصلي. يعني تجيب هذا 25. هذا 25. ايه هذا 25. هاي يعني 50. هاي هذا 25. هاي 50. 75. هاي 75. يعني هاي 100. هاي 100. هاي 125. 125. 150 دينار. 150 دينار. هاي مال كم شهر؟ هاي مال سلاسة. مال سلاسة شهر. هذا مال سلاسة شهر. كلها ما يسوى فت سلاسة نكاد دهن. يعني شو يسوي غير انت يسوي. ابويا زين. دسكت. ما يخالف. دسكت. انتو زين عندكم ارزاق احنا متنا من الجوع. ولك كيلو شكر وصلت 30 دينار. وين؟ انا يمنا. اني ما علي اني شنو؟ انتو عندكم ارزاق احنا ما عندنا ارزاق. وش مال انتو عندكم فلوس اصلي؟ شكو؟ ما بشي سيدي. هذا ميرستان. ما يخالف. شوف اقول لك. انت من هالمرة تجي جيب لابنك شوية شو اسمه هاي شنو أرزاق. جيب شوية معجون طماطة، جيب شوية برغول، جيب شوية تمان، جيب شوية شكر. قسما أنطيك فلوس.
بس انطيك هاي مزور احنا ما عندنا اصلي. سيدي هذا اني انت عندك سيطره، هذا حكومتنا هم عندها سيطره. اني يعني يجيب ايه اقول اكو ضابط هناك مثلنا ميت من الجوع. ان شاء الله اني اسير. اقعد وين تروح؟ روح هذا سير. دقعد سوي شارع. بس هذا عرب انت عرب، هذا اسلام انت اسلام، هذا انت قول لي يجي للكردستان، قول لي يجي للعفو، هذا يجي للشمال ما يخالف. انتو يجي للكردستان. لا هذا الشمال كردستان. ايه كردستان. نعم كردستان شمال. ايه كردستان شمال. شمال لا خالف. كردستان. ايه كردستان. كيفك هسه الشمال لو كردستان. كردستان لا قول شم كردستان. ها شم كردستان. شم شم كردستان شنو سيدي؟ شم كردستان يعني شم ريحة كردستان. يعني اني بس قل لي حجي. والله انت يبين خص. اني انتك فلوس ما دام انت خص. والله ما ماري ما يخالف. والله انت خص. هذا ماكو. هذا 50. هذا الحكومه. هذا النظام الفاشي. يا ما حد امشي لا توقفونا. امشي شلا شي امشي. هذا نظام الفاشي فرق بين العرب بين الكرات. هسه اني مو عربي. اني ما عارف. هذا مو عربي. اني ما عارف. اي هسه بين السني والشيعة دريد يخلق الفوضى. بس اني ما عارف. اني ما يخاف يقول اني لا اني بالسيطرة ما لا. يقول اني ما اعرف. اني تقاعد. اني ابنك. لا سيدي اني تقاعد. اني ما عارف. ما عارف بالسياسة ما عارف. بس اذا اريد فلوس اني فلوس. وين شو اسمه؟ تحكي لولا احكي. اه زين هاي عندكم هاي يسموه توزبة شنو؟ هذا توزبة يعني عاصفة صحراء مالكم. هسه انت ما قلت لي هاي الحكي مال عاصفة صحراء شنو يعني شنو قصده؟ هذا بس ماكو ازعاج عادز انت يعني زعلان. لا ما يصير زعلان. يلا ما يصير زعلان. هذا توزبا مال احنا يصير نايب ضابط. اه يعني يمكم يصير نايب ضابط. ايه بس توزبا عاصفة عاصفة الصحراء مالكم. إيه؟ بطل شو اسمه ام المعارك. ايه ام المعارك. ايه ام الهزايم. ما عارف هذا كان متخلف بالعسكرية. ايه؟ بالحبس خانة. ايه؟ بالسجن. ايه؟ بعدين يصير انقلاب صار مهيب الركن. صار مهيب الركن. نعم ايش قلت؟ قلت هذا سائق فقير. وسائق فقير دم شوالي. يلا يلا. اي والله حق. اي هذا كان اني قرأت ودرست ورحت للكلية وكل هذا. يلا هاي صار 16 سنة اني مقدم. سيدي هذا يقول لو من باريو يعني هذا دروح. هذا عرب. انت عرب. اني هذا عرب. اي اكو واحد اذا ما مسوي ما خادم بالجيش يصير مهيب ركون؟ والله ليش ما يصير القانون قدامه؟ ابنه راح يصير فريق اول ركون.